الشوا اللي فيها كاس ديال الكوك مع جوج معالق ديال الحليب مركز محلى مع جوج فرماجات مع معلقة ديال النشا. هذه الحشوة، كاس ديال الكوك مع جوج معالق ديال الحليب مركز محلى، جوج فرماجات ومعلقة ديال النشا مثل الفرماج مربع ولا مثلث، كاس ديال الكوك، جوج معالق ديال الحليب مركز محلى وجوج فرماجات ومعلقة ديال النشا. كيتخلط هاد المقادير كلها مزيان حتى كتعلق وكتخلط مزيان، وكنشكلوا منهم كويرات يعني قد المشمشة هكا على شكل كويرات. فبالنسبة للكيكة غادي نحتاجوا فيها 4 ديال البيضات، كاس ديال الحليب، جوج معالق ديال الشوكولاتة غبرة الكاكاو يعني، وكاس مع مرش ديال الزيت، جوج خمارات ديال الحلوى، كاس ديال السنيده، معلقه ديال الخل، جوج كيسان ديال دقيق الفرن. غادي نعاود المقادير ديال العجين بالنسبه لهاد الكيكه بالكويرات ديال الكوك. ففي الكيكه كاين 4 البيضات، كاس ديال الحليب، جوج معالق ديال الشوكولاتة غبره، كاس مع مرش ديال الزيت، جوج خمارات ديال الحلوى، كاس ديال السنيده، معلقه ديال الخل، جوج كيسان ديال دقيق الفرن. وبالنسبه لهذه قالت لنا لانه سعيده هذا العجين ديال الكيك يعني كيطيب عادي بطريقه العاديه، ندهنوا المول ونديروا يعني هذا العجين ديال الكيك وقبل ما ندخلوا. وملي كنديروا هذا العجين ديال الكيك في المول كنديروا الكويرات ديال هذا الكوك اللي وجدنا، فاكيد لانه كياخذ بلاصته في هذيك الكيكه، وعديك الساعه كنطيبوها بطريقه العاديه. فهذه هو الاقتراح ديال الكيكه بالكويرات ديال الكوك، ونتمنى انكم توجدوها ان شاء الله. هذا اقتراح ديال سعيده مسمره. إذا كنشكر كل المستمعين.